طيب صباح الخير يا جماعة. زميلكم بيسأل إنه لو كان في عندي string في ممكن تكون نتيجة بحث، إنه نتيجة طويلة ونتيجة قصيرة. فعلى سبيل المثال إنه أنا في عندي s بتساوي هاي عندي السترينج مثل هيك اي ار امبورت ار اي، انا بديش اشغل كل السيلز. وين نحكي ار اي دوت فايند اول، او خلينا نعمل سيرش واحكي له بدي الاتش فولويد باي anything one or more any character، تمام، وانه يكون w followed by w. خليني شو اسمه هادي، وخلي خلي شوف النتيجة وبعديها بشوف انه انت ايش اللي بدك اياه بالضبط. فهجيت انا عندي نتيجة البحث هنا، وين هي؟ انا بدي الماتش هذا، صح؟ شايف هذا الماتش موجود، صح؟ وين في كمان ماتش؟ صح؟ معايا يا جماعة؟ يبقى أنا هنا معنى الكلام إنه أنا بدي الـ H followed by anything followed by W. معنى ذلك انه ممكن يكون هنا 0 character 1 character 2 characters more characters وبعديها بيجي W. فانا عندي اول ماتش وينه؟ هذا. في ماتش غيره؟ هذا. فهو عادة ايش بيجيب؟ بيجيب اضيق اوسع ماتش. فجاب لي هاي، اعتقد انه اني كاركتر انه نجم نقطة زي هيك 0 و13 لو احنا عملنا اس اوف 0 من 0 لغاية 13 بيطلع انا عندي هاي النتيجة. بس انا بديش هاي الواسعة، بديش اياها. شو بدي؟ بدي الضيقة هاي. فساعتها شو بروح بسوي؟ بحكي له انه لو سمحت بدي هاي تكون نون جريدي. فنون جريدي انه بس مجرد انه احنا بنضيف علامة استفهام هنا، فبتصير نتيجة الماتش من 0 ل 7 بدل ما كانت من 0 ل 13، وهنا من 0 ل 7 هذا هو الماتش. بهيك انت لما يكون في عندك اكثر من ماتش، وفي ماتش واسع وفي ماتش ضيق سي بي سي بي، فبالتالي انه بصير في عندك ماتش بدك اصغر ماتش فبتحوله نون جريدي. اعتقد انه هذا اللي بدك اياه، صح؟ يعني هاي خليني ادخل السترينج اللي انت بدك اياه وخلينا نطبقه. بس خليني اسجل نوت هذا greedy وهذا non greedy. ايش الاس تبعك؟ سي دي سي دي سي. هاي السي دي الأولى وهي السي دي بدك سي دي سي مع بعض. هاي سي دي سي، هاي أول ماتش وهي تاني ماتش. طيب
بيقول لك انه في اثنين. لا العكس في الاس صح. بدك تجيب الثانية. أعتقد هذه هي هنا. حاليا انا مش عارف، ولكن ممكن نقول له هنا بصير هنا، وهذه عبارة عن regular expression هنا تساوي هذا. هذه بهاي الطريقة انه هاي يسجل لك اياها الملاحظة هنا، انه هنا معناها look ahead assertion، معنى ذلك انه اذا هذا في عندي matching اعمل match للnext، واذا بتعملش match اعمل consume لان string. فبالتالي انه شوف طلع عليها كيف هنا، اعملها break هنا
فبالتالي انت بتحطها بالطريقة هذه، فبروح بجيب لك كل الـ overlapping matching. في شغلات لسه كتيرة كمان في regular expressions يعني، بس زي ما حكيت لك هذه بشكل أساسي. انت ممكن انه انت توجد اي شغلة انه انت بس تدور عليها، ممكن تلاقي انه regular expression المناسب لإلها. يعني زي ما حكينا انه هي لغة مستقلة، ممكن تستخدمها في اي مع اي لغة برمجة. طيب في اسئلة تانية في ال regular expressions؟ في اسئلة تانية في regular expressions؟ طيب خلينا اليوم نبدأ بـ classes. طبعا الكونسبت هذا تبع الاوبجكت اورينتد بروجرامينج، على الرغم الجدل الموجود فيه انه هو مفيد او مش مفيد، بس الواضح تماما والشواهد اللي موجوده عندي في السوفت وير انه هو مفيد جدا، بسبب انه بيعمل لي السوفت وير تبعي على شكل كلاسز او موديولز، بيصير انه سهل انه اعملها مينتين وانه نعمل ابديت للكود او تعديل للكود بشكل سهل منفصل تماما عن بقيه الاجزاء تبعت السوفت وير. فبالتالي زي كانه انا بركب اشياء مع بعض، وهذه الشغله في التصنيع شغله مهمه. يعني على سبيل المثال انا لما بدي اجي اصنع سياره، بصنع حاش هيك كلها دفعه واحده، زي انه انا بعملها كقالب، بصنع المحرك لوحده، بصنع العجلات لوحدها، ممكن انا احسن في المحرك لوحده، ممكن احسن في العجلات لوحدها. فبالتالي انه انا هاي المكونات باجي بركبها مع بعض في الاخير. فعشان هيك شغله مهمه انه انت تعرف تبرمج في الكلاسز، بحيث انه انت تعمل انتجريت للكلاسز تاعونك مع سوفت وير اكبر، خاصه اذا انت كنت بتساهم في الاوبن سورس كوميونتي، وهذا الشيء مفتوح عندك في برمجيات في الماشين ليرنينج بشكل كبير. يعني عندك في الرابيد ماينر او في الويكا او في التنسور فلو او في السايكت، مفتوح انه انت تساهم بالالجوريثمز اللي انت بتعملها. يعني انت يعني شغال بطريقه معينه وبدك انه تدمج هذا السوفت وير مع هاي التول، بحيث انه كل الفريق انه هو يصير يستخدموه بسلاسه بدل ما ينزلوا كاستم فيرجن ويسووا شغلات كثيره. فالفكره انه انت بدك تشوف الاوبجكت اورينتد انه هم بيعطوا لك جايد لاينز، بتعمل اكستند من كلاس معين او انهيرتنس من كلاس معين، وتعمل امبلمنتيشن لميثودز، فبالتالي انه بصير الدمج عندك اسهل. طيب كيف نعمل كلاسز في البايثون؟ نعمل كلاس، اسم الكلاس بهذا الشكل، السكوب تبعته انه بتكون كل الاشي تابعة للكلاسز بهذا الشكل. تمام، هذا تعريف الكلاس. كيف بعرف منه اوبجكت؟ انا عندي small a بتساوي a، فبالتالي هنا انا بعرف اوبجكت من هذا الكلاس. طبعا الكلاس هذا بيحتاج لكونستراكتور. الكونستراكتور طبيعة الحال زي يعني زي لغات برمجة تانية، البايثون باي ديفولت بتعمل inheritance من سوبر كلاس في البايثون اسمه object، وبكون فيه الكونستراكتور وكل هاي الشغلات انه هي بتنزل. تمام، فبالتالي انه الكونستراكتور موجود، الكونستراكتور
موجود. خلينا نعرف كلاس مثلا ريكتانجل، تمام. الآن مباشرة أنا بدخل بالكونستركتور، يعني مش زي لغات البرمجة الثانية أنه أنت بدك تعرف الأتريبيوتس بشكل منفصل، تمام. ممكن تعرفها بشكل منفصل وبعديها تروح تدخل في الكونستركتور. لا، ليش؟ ممكن تستخدم الكيورد self اللي هي زي this في الجافا أو في لغات برمجة تانية، بحيث أنه أنت تشير أنه هذا الفاريابل عبارة عن member في الكلاس، attribute في الكلاس. فبنعرف الكونستركتور، أنا عندي init underscores زي هيك. طبعا هذا بياخد self اللي هو زي this بالضبط، تمام. وهنا بحكي self.height بتساوي 0 initially، او خلينا نقول انه انا عندي مستطيل الهايت انا عندي 2 initially 1، و self.width بتساوي 2. معنات هذا الكلام انه انا حرفت كلاس، وهنا في الكونستراكتور بعمل initialization. وظيفة الكونستراكتور انه انت تعمل initialization للأوبجكتس تبعتي، تمام؟ للهايت والويث هنا بالقيمة تبعتهم 1 و2، ممكن احط القيمة تبعتهم نن او اللي بدي اياه. الان لما اعمل زي هيك، لا مش بالضرورة، ممكن تعرفهم لكن مش بالضرورة زي لغات البرمجة الثانية. أول ما حطيت self خلاص أنت بتخبره أنه هدول عبارة عن members تبعت للكلاس. ولكن لو عرفت x بتساوي 10، هذه عبارة عن local variable في الكونستراكتور بس، معنى ذلك أنه الscope تبعها أو lifetime تبعها بعد ما يخلص الانت خلاص راح. لكن هاي اللايف تايم تبعها انه طالما الاوبجكت موجود موجوده. واضح الفرق بين السيلف؟ فبالتالي هذه بدي اسجل عليها انه هي ممبر اتريبيوت، ممبر في الكلاس يعني. وهي نفس الشيء، اما هذا عباره عن لوكال فاريبل. طبعا بطبيعه الحال coding practice عادة انه انت بتسوي الاجزاء واحدة واحدة، و انه انت بتختبرها عشان انه تتأكد انه هي شغالة، بدل ما انا اكتب الكلاس كله بالكامل. فخلينا نجرب نعرف r بتساوي rectangle بهذا الشكل. Rectangle is not defined. أنا شغلتها هاي، تمام. طيب حكيت بدي أسأل عن شغلة معينة، لقيت أنتم مناسب لإلكم إنه أنتم تطبقوا وأنا بكتب الكود، فبالتالي بدي أمشي أبطأ شوي، ولا إنه أشرح وأكتب كود وأعطيكم فرصة تطبقوا؟ ما أنا هعطيكم فرصة تطبقوا في الحالتين، أنا بسأل إنه انه انتوا تكتبوا كود معايا وامشي ابطا شوي، ولا افضل؟ يعني طب في اثنين حكوا والباقي يعني هنا في بقول انه لا خلي بعد احنا بنطبق وانت كيف؟ ما هو التصوير موجود. انا عملت تصويت، انا سمعتها تصوير. طيب مين اللي بده انه يكتب معايا وانا بشرح؟ اي واحد، اثنين، ثلاثة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11. نفس السرعة. انا مش سريع كتير يعني بالمناسبة يعني. واللي بده يطبق بعد؟ 1 2 3 4. طيب طيب انتوا لحقتوا تكتبوا هذا مع ماشي، اوكي. بعطيكم فرصه كمان انه انتوا تجربوا كلاسز، حطلب منكم كلاسز
غير الهادئة اللي أنا طلبتها. طيب الآن بدنا نشوف الكلاس هذا R زي هيك، وهي نفسها إنه أنا أحطه في جملة print. شو بروح بعمل؟ إنه من نوع الكلاس بكتب لي إنه التايب تبعه تمام at والادرس اللي موجود في الذاكرة، وهنا بحكي لي صراحة إنه هو عبارة عن object تاب تايب تبعه object، وهي الادرس تبعه اللي موجود في الذاكرة. نعم؟ لا، هذا بس small وهذا capital بس فقط. وهنا شوف التايب تبعه عبارة عن ريكتانجل. نعم، تايب جديد، كأنه احنا بنعرف تايب جديد. هو بيحكي لي وكأنه انت لما تعرف اكس بتساوي 10 وتقول لي اطبع الاكس، بعرف كيف اطبعها. ولما تقول لي ليست بتساوي 1 2 3 وقول لي اطبعها، بعرف كيف اطبعها. بس هذا الريكتانجل كيف بدي اطبع لك اياه؟ ارسم لك اياه زي هيك ولا شو اسوي؟ مش عارف. فبروح بطبع لي الادرس. فعشان هيك انت في عندك امكانيه انه تعمل اوفررايد للسترينج ريبريزنتيشن، لداله السترينج ريبريزنتيشن في الكلاس اللي هي الديف underscores str. لاحظ هدول كل الاندرسكورز اللي احنا كنا نشوفهم في الليست والديكشنري، وكنت اقول لكم انه بدنا ناجلهم لغايه لما نصل للاوبجكت اورينتد، هي اجى وقتهم. هدول بيكونوا نازلين من وين؟ من السوبر كلاس في البايثون اللي هو الاوبجكت، وانت بتعملهم اوفررايد. تمام؟ فالسترينج ريبريزنتيشن طبعا بطبيعه الحال الداله هذه لازم ترجع سترينج. ساعتها بتقول له انه ايش السترينج ريبريزنتيشن تبع هذا الكلاس؟ برنت ولا ريتيرن؟ ريتيرن، لانه انت هذا الاوبجكت ممكن تطبعه على الويب، تعمل له ريندر على الويب، او في اي بي اي جيسون اي بي اي، او في الكونسول وين ما بدك. فبالتالي ريتيرن، هنا بدنا نحط دالة الفورمات ونقول انه الهايت نقطتين سبيس بدون سلاش تي، ال width انا لسه بكتب في السترينج جوا دوت فورمات. تمام، هنا السيلف طبعا بينفعش بدون سيلف، لازم السيلف. فالترتيب اول الهايت كوما بهذا الشكل. ساعتها صار في string representation للكلاس. لما تقول له اطبع لي اياه، هنا بنعرف r بتساوي rectangle print r. طبعا طبيعة الحال self في مشكلة ثانية. انت وهنا اوكي، هنا عشانها اوكي هو عمل override لميثود ثانية، فهاي انه زي هيك دي هيك. هنا print هنا هيك. تمام، هيك صار في له string representation. ممكن انت اذا بدك تحط هنا انه rectangle وتحط في سطر جديد، اعمل فورمات زي ما بدك. بس هلقيت صار لما تطلب منه تطبع rectangle بقول لك عارف كيف بدي انا اعمل له representation كstring. تمام، طبعا بطبيعة الحال هذا الكلاس
انا بدي افكر كل حاجه انا عندي في الاوبجكت اورينتد انه هي از اوبجكت وفي لها اتريبيوتس وفي لها بيهافيور في لها بتعمل باكشن معين. يعني الريكتانجل هو عباره عن اوبجكت قائم بحد ذاته، ممكن احكي معاه واقول له لو سمحت احسب لي ايش المساحه تبعتك، ايش المحيط تبعك. فبالتالي هنا نعرف داله def area نعم، وهنا بنحكي له return للself dot height ضرب self dot و المحيط بيرميتر هو عبارة عن return self أو 2 ضرب self dot height زائد self دوت، وعبارة عن مجموع الأضلاع. فين عندي ضلعين مكررات فبتجمعهم وبتضرب في 2. تمام، هنا R بتساوي print r print area r dot area. معنى هذا الكلام انه انت بتمرر للاريا الاوبجكت نفسه بياخد self انه نفس الاوبجكت. وهنا perimeter فين المساحة 2 والمحيط 6. طيب by default هدول الاتريبيوتس public، فبالتالي ممكن اعدل على الممبرز مباشره واقول هنا الاسم الاوبجكت دوت هايت بتساوي 1، نخليه 3 يصير مستطيل بالطول 6. تمام، وبعديها هنا برنت ار، وبعديها نحسب البريميتر كرر هيجو. فبالتالي هنا صار في عندي تعديل على الممبرز تبعت الاتريبيوت مباشرة، وهنا تغير المحيط. ونفس الشيء ممكن انا اسويه مع الويد. بس انا محتاج ان انا امرر هدول في الكونستراكتور، فكيف بدنا نمررهم في الكونستراكتور؟ فممكن انه احنا اخذ تعريف الكلاس هذا تحت واعدل عليه واحكي له هنا height بتساوي، وده احط له default value لانه بدي اعطي خيار انه لو ما مررش ياخذ الديفولت، لو مرر ياخذ الفاليوز هذه. ف نفس القيم هذه والويد وهذا الأسلوب بدك تتعود عليه
self.with هذا الاتريبيوت التابع على الكلاس. عفوا self.height هذا الاتريبيوت التابع على الكلاس. اما الهايت هاي عبارة عن الباراميتر اللي تم تمريرها في الدالة. فبالتالي مفترض ما يكونش في عندك confusion لما تقول انه self.height بتساوي height. لو استخدمت اسماء مختلفة فيش مانع، ولكن الافضل انه تستخدم نفس الاسماء وما يكونش عندك لبس او confusion ايش الهايت هاي وايش الهايت هاي. تمام؟ يعني ممكن انا طبيعة الحال ان انا اسوي هنا h وهنا اسوي h، هيك في الشيء يعني خلاص اسماء مختلفة وانه معروفة بالنسبة لي. بس لا ليش يعني انه لما انا في البي شارم او اي اديتور تاني انه انا بدي استدعي الكونستراكتور يفترض انه يعطي لي meaningful name او اسماء، يعني النيمينج كونفنشن يكون كويس للباراميترز، فبالتالي بكون عارف ايش هو هذا الباراميتر. بهاي الطريقة انه صار في عندي امكانية انه انا امرر متغيرات، فبقدر ايش اسوي؟ اعرف r1 بتساوي rectangle print r1، واعرف r2 طبعا هذا بياخدش باراميتر، بياخد الديفولت. تمام؟ ممكن احط القيم بزيروز زي ما انا بدي. وهنا بعرف r2 بتساوي ريكتانجل، واقول له هنا انه الهايت بتساوي 3 والويد بتساوي 4 او 5. هجيت هنا هاي برينت r2، اعرف r3، وهنا بدي اغير الاوردر فيش مشكله طالما كاتب اسم الباراميتر. وممكن بدون باراميترز، بدون باراميترز ساعتها بدي اتذكر الاوردر بشكل كويس انه الاولى ايش كانت، height ولا width. فعشان هيك الافضل دائما تعود في الكول انه انت تكتب اسماء الباراميترز. تمام؟ فهنا 5 و3 ممكن هلقيت فاكر، بس بعد ساعه زمن بكره خلاص راح تنسى. فهذا لازم تكون عارف الترتيب انه الاولى بتروح للهايت والثانيه بتروح للويث. تمام؟ نحسب ايش؟ بياخدش باراميترز وبحسب اريا على الاتريبيوتس تبعت الكلاس. في حال انه انا احتجت انه انا امرر باراميترز ساعتها بحطها هنا ك يعني كباراميتر. فبصير هنا كوما اسم الفاريبل مثلا var وبستخدمه هنا جوا، بس هنا فعليا انا مش بحاجة. ممكن على هذا الكلام انه احنا يعني خلينا نمرر باراميتر هنا واقول له هنا def increase height، وهنا بحط انه باي بتساوي 1، هذا الديفولت. طبعا طبيعة الحال سيلف في الاول، وهنا بنقول له انه سيلف دوت height بتساوي الـ plus equal الباي. خلينا نعرف هنا الديفولت rectangle، نعمل print r، بعديها نعمل r dot increase height.
لو ما حطيتش باراميتر print للR بيطلع واحد، كان هنا واحد صار اثنين يعني increment بواحد. وممكن اعمل R.increase واديله باراميتر ثلاثة وهنا اقول له الR print. نعم كان اثنين زدناه ثلاثة صار ثمانية. ليش؟ هذه أنا الظاهر شغلتها مرتين. اوكي نجرب كمان مرة، نقول له هنا انه اعمل increment بمقدار 2 يفترض يصير 10، اذا كانت 10 معناها مظبوطة. مظبوطة، يظهر انه ضغطت مرتين او اي شغلة، مش عارف ايش صار بالضبط. طيب نيجي للبابليك والبروتكتد، للبرايفت والبروتكتد. في البايثون انا عندي هيك كيف فانكشن بمرلها، شو بتقصد يعني شو؟ هيك بتصير انه انت مش اوبجكت، هيك انه كانه انت بتعمل يوتيليتي فانكشن بتعرفها هيك يعني انه برا وبتناديها، فبصير انه خلي هذه احطها قبل هيك، وصير انه انت ديف compute طبعا هنا verb phrase ريك اريا وبتديها هنا ال h وال w وبتعمل return. هنا مفيش داعي، حكيت هذا الكلام الاريا ممكن انت تعرفه عبارة عن static function، فبالتالي بدك تستدعيها، ممكن تستدعيها بدون ما تعرف object من ال rectangle. تكتب اسم الكلاس زي هيك ريكتانجل الكبيرة دوت اريا. بس هل هذا الكلام منطقي؟ كسنتكس بزبط، بس ليش يعني الافضل انه انت تعملها يوتيليتي فانكشن طالما انت مش بحاجة ان الاوبجكت انه تتعامل مع الريكتانجل كاوبجكت، اعملها يوتيليتي فانكشن بالضبط. اعطيني مثال عملية معينة على هذا الأوبجيكت، يعني أوبجيكت في الآخر، بس بتعمل عملية معينة في أي شيء. زي إيش مثلا؟ زي أي كلاس، أي كلاس بتحتاج تعمل عملية للأوبجيكت نفسه. طب ما هينا عرفنا باراميتر، هيو increment by إنه هنا هذه أخذت هينا باراميتر وكيف لها ديفولت فاليو. شو المباشرة بحتاج كمان فانكشن بعدل على الفاريبل الاساسي، يعني ما بتعدل على الفاريبل الاساسي. طيب يعني زي كانه انت بدك مثلا يعني مجرد انه انت يعني تطلب منها ديف سي هالو
يعني خلينا نفس المثال، لو انا بدي اطبع ولا بدي او بدي اشتغل على شغل ولا اغير اللون باللون الخاص بي، نعم بدي اغير اللون في الفانكشن، ماشي هي هنا بدك تضيف اتريبيوت انه سيلف دوت كلر بيساوي باي ديفولت وايت، تمام وايت مش هيك، وهنا سيت كلر او تشينج كلر. كل ما بدي اشغل اعمل فانكشن اغير الكلاس تاعتها واغير على كل الكلاس، الكلاس مش هتقول تجيب كله يعني ممكن نعم. فهنا تصير سيلف اذا احتاج سطرين سطر مع التغيير الكلام بعدين استدعاء الفانكشن تبعت الكلاس، استدعاء فانكشن تبعت ايش؟ انا بدي اطبع الكل بدي اطبع 20 مره نفس اللي بتعمله بتغيير الكلام، فهيك بده يصير في عندي 20 واحد ك 40 سطر. هيك بدك؟ بعد ما تغير الكلر رجع لي السترينج ريبريزنتيشن. فبالتالي هذه الدالة ايش بتسوي؟ بتسوي شغلتين. بعد ما تغير الكلر رجع الفانكشن تبعت الاريا مثلا. هاي الاريا. خلص يطلع لي اياها من ورا. نعم. ايوه. بعد انا ايش بدي اياه؟ نفس الكلر هذا الفيريبل كلر هذا. يكون في الاريا مره واحده. هي الفكره. خلص ليش عملت مجرد انه هذه انه تعملها رينيم انه خلاص اوكي زي هيك. بالضبط. السيلف وكلر. نعم. بس خليني اتاكد من شغله معينه انه هذه السيلف لازم انه انت تكون سيلف ولا لا، فخليني اشغل يعني السيلف للاتريبيوت انا متاكد. فهي ار بتساوي تريك angle print r when r dot set color red، وهذه المفروض تكون في جملة طباعة لأنه بترجع string حسبت الاريا. نعم هذه ضروري إنه تكون سلف. اثنين في واحد باثنين بالضبط. تغير الكلر يعني هنا لو رجعت طبعته تاني احنا مش حاطين الكلر في السترينج ريبريزنتيشن، فهنا ممكن اكتبها في عدة اسطر زي هيك، وهنا كوما انزل سطر جديد سيلف دوت كلر، وهنا كلر نقطتين هذه هيك هادي هيك، هنا تغير الكلر، نعم رجع لك المساحة وتغير الكلر، هاي الطباعة تبعته. نعم طيب نيجي لموضوع البروتكتد والبرايفت. باي ديفولت احنا حكينا انه بروتكتد بابليك هذا بابليك، هذا هيك صار بروتكتد وهذا صار برايفت بس
بدون underscore public underscore واحدة protected double underscore بتصير private. بس السؤال ليش؟ why؟ لماذا؟ بوركي؟ بوركوا؟ يعني بمعنى ليش اعمل def set color self تمام واقول له انه self.color تساوي يعني ليش 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 انه انا هاي ريكتانجل ار بتساوي ريكتانجل ديفولت ممبرز وممكن اقول له هنا برنت ار وهنا بقول له انه ار دوت هايت ما دام انه هو بابليك حطيته 10 ليش اللفه هذه ليش لازم اعمل ار دوت سيت كلر ريد برنت R. ليش هاي اللفة وانا عندي ببساطة ممكن اسوي زي هيك هذا في شيء له string representation فخليني اخدها من وين خدها هنا بس عشان نشوف التغييرات اللي صارت هاي نشغله الثاني وهذا هيك في خلل ما لوين هنا انه بدها تصير هيك وهيك ليش هذه اللفة؟ بوركي؟ لماذا؟ هو كده هو كده وخلاص لماذا؟ فيش محاولات طيب مفهوم البروتكشن هنا مش متعلق بالسيكوريتي خالص مفهوم البروتكشن انه على سبيل المثال انه هذه بدي ارجع انه اعملها زي هيك وهنا with وهنا انه بروتكشن للفاليو بروتكشن للفاليو بمعنى انه بروح بحكي انه اف الويث هاي اقل من الزيرو او عفوا اكبر من الزيرو بس ساعتها بعمل assignment بمعنى انه هل في مستطيل للابعاد تبعته بالماينس بس هاي كل الفكرة لما انت بدك تعمل ست للمارك او للجريد هل في علامة بالماينس الا اذا كان طالب يعني وفي حدا بيجيب 110% بس هاي كل هاي البروتكشن المقصود البروتكشن للفاليو فقط لا اكثر ولا اقل فبالتالي اذا انا كنت محتاج بعمل مش محتاج خلاص خليه بابليك عشان المبرمج الثاني ما يشوفوش ينفع هذا الكلام؟ لا طب احنا بنشتغل كلنا في تيم يعني كيف المبرمج الثاني ما يشوفوش يعني تمام؟ بس هاي كل الفكرة وصلت؟
نفس الشيء، بس الفكرة إنه الموديفاير إنه الأكسس أنت بدك تخليه في سب كلاسز، ولا إنه بس بدك تحصره في بس إنه قديش إنه السكوب تبع الفيزابيليتي بس لا أكثر ولا أقل. ندخل في الانهيرتنس ولا تاخدوا اكسرسايز هيك كتر الموضوع؟ كيف؟ بدها تعديل؟ استنى في اي سطر؟ اي سطر مش شايف عشان انا مش كتير هادي ولا تحت هنا اوكي تمام. مظبوط، انا بعجبني اللي مركز معايا. يعني بس خليني أكرر هذا الكلام في التسجيل. يعني أوكي، هنا ملاحظة إنه أنا عندي الـ height public، الـ width protected، والـ color private. متى بعمل الـ set والـ get؟ إذا كان private أو protected. ومتى بعمل private يعني ومتى بعمل الـ set والـ get؟ إذا كان يعني متى بعملهم أصلا protected و private؟ في حال كان إنه في حماية على الفاليو، بس ما كانش في حماية على الفاليو ممكن أعمل له access بطريقة مباشرة زي هيك، إنه اسم الاتريبيوت بتساوي الفاليو هاي وتتغير الفاليو. أنا عندي الـ width private، لو عملت زي هيك بغيرش على القيمة هاي وضلت 2، فبعمل set بطبع الـ r بتتغير القيمة. تمام؟ طيب في حدا كمان عنده أسئلة؟ أو البروبرتي، نعم، هاي الشغلة مهمة جدا إنه تكون في عندكم القدرة إنه أنتم تكتبوا كلاسز. ليش؟ لأنه في النيورال نتورك في التنسر فلو بدي أعرف النتورك تبعتي إنه أنا بدي أكتب كلاس وأعمل extend inheritance من كلاس تاني. فهي الشغلات انه لازم انه بالنسبه لكم انه تكون خلاص يعني انه تعودتوا عليها. طيب نيجي لموضوع البروبرتي. ايش هو موضوع مفهوم البروبرتي؟ يعني موجود مشابه يعني في لغات برمجه ثانيه، انه الاتريبيوتس تبعتي برايفت، هاي المثال هذا على سبيل المثال. هنا عندي class person، بس خليني أضبط الـ intendation، وهذه الجملة ملهاش دعوة، ملهاش لازمة، وهذه إيش في هنا عندي؟ في بس attribute واحد هو name. إيش في عندي؟ مادام إنه هو private في له set و get. وخلينا نجيب الـ string representation. String representation double underscore، خلوا بالكم. وهنا بنعمل return ل بهذا الشكل. هاي بعرف object person b، وهنا بحكي انه name بتساوي احمد. I print b.
بيرسونال بي مش كابيتال. يفضل انه اسم اسماء الكلاسز تكون كابيتالايزد. هنا في خطأ تاني انه الانت هاي وبحكي له هنا النيم بتساوي هنا بحط الانيشال فاليو او الديفولت فاليو، هنا بحكي انه النيم بتساوي نيم. هيك حلينا كل المشاكل. طيب الان هنا مفهوم البروبرتي، يعني شوفوا العذاب اللي انا فيه لما بدي اجي اعمل p.set underscore، فيش underscore هنا، اوكي نعملهم underscore. هذا حتصير زي هيك هادي، وهنا name علي print lb، او ممكن ايش اسوي print b.get بحكي بديش انا اطول عليك واغلبك وتضلك انه انت كل شوية انت تقول لي set كذا وget كذا set كذا وget كذا. فبنروح بنعرف property. ايش هي البروبرتي؟ مجرد انه سطر سحري بنضيفه هيو هنا بعد الست والجيت زي هيك، وبنحكي له انه النيم لما تكتب اسم الاوبجكت دوت هذا الاتريبيوت بدك تستدعي الجيت والست حسب اذا انت بتعمل اساين او بتجيب قيمة. بس هنا بدي اغير هنا underscore وهنا underscore. فبحكي له هنا انا في عندي اتريبيوت اسمه نيم، هنا انا عندي محطوط انه protected بقدرش اصله بشكل مباشر، بس انا بدي اخليك تقدر تصله بشكل مباشر بس من خلال هدول الستر والجتر. فهنا بصير الكود اسهل انا عندي بكتير، هذا الكود still valid تمام، ولكن بقدر اسوي هنا b.name بتساوي حسن هنا print. لا ما راحش، لانه انا بحكي له هنا في السطر هذا تبع البروبرتي انه لما تلاقي جملة assignment معناها بدك تستدعي جملة او دالة الست، هذه اسم دالة، فراح هيستدعي اسم هذه الدالة وحيعمل validation. نعم فصار الكود ايزي بالضبط. فانت حطهم برايفت بروتكتد زي ما انت بدك، وبتقدر تصلهم باسماء الاتريبيوت، والفاليديشن لسه موجود، الحمايه لسه موجوده. في خلل ما هنا، لو الاسم ضلوا علي اوكي خليني ارجع، وهذه زي هيك وهذه زي هيك وهنا هذه بيرسون مش موجود هنا احمد، هنا set name print علي، وهنا get زي هيك هذه assignment صارت حسن. اوكي الاندرسكور لا مش لازم تكون موجوده. نعم لانه هي اسم الاتريبيوت هي نيم. لو كان في عندي اتريبيوت ثاني مثلا هيو سيلف دوت تيلي تليفون بتساوي هاي في انيشال فاليو لإله، فبروح بعرف بروبرتي ثانيه اسمها تيلي بالضبط.
تمام؟ فهنا الست والجيت هنا بدون اندرسكور لازم تكون موجودة هيك عشان انه هنا في الاساينمنت انه تطلع لي زي هيك. ف هاي وهنا نعمل برنت بي دوت نيم، هذا ايش بتستدعي؟ الجيت. نعم ايش اخر ملاحظه؟ الاندرسكور مش لازم تكون موجوده في الستر والجيتر لانه لازم تكون بنفس اسم الاتريبيوت بدون انه اندرسكور عشان يزبط معايا البروبرتي. كيف؟ مش عارف ما ظبطش معايا. ظبطت؟ بيكون انه انا اصلا طب اوكي هاي بنرجع نشغلها ثاني. انه انا هنا ست و جيت هذه انا ما كنتش مشغل هذه الظاهر يعني هنا زي هيك. وهذه عرفنا هاي احمد وهنا الست حتصير اندرسكور وهنا الجيت اندرسكور وهنا النيم حسن فعلا بتتغير مش مشكله. انا ما كنتش مشغل هذا اللي فوق يعني فكان تفسيري خاطئ يعني. نعمل كمان واحده سيلف دوت تيلي تساوي او خلينا نحط هنا التليفون تيلي بتساوي طبعا بطبيعة الحال لازم نعمل له set و get def set self هنا ايش ال validation على التلي؟ بنقول if بدي افترض انه هو رقم جوال انه التلي dot starts with 0.5 بديش اقول 9 او 6 بغض النظر المهم يبدا ب 0.5 تمام. ساعتها بعمل assign هذا التلي خلي بالك هذا التلي هو الباراميتر ساعتها بقول انه self dot underscore تلي بتساوي تلي غير هيك بعملش assign هذا في الست. اما الجيت خلاص برجعها زي ما هي def get self وهنا return self سطر 12 في ايش؟ لا هذه تابعة على الاف تي مش مستوى الاس اي اس وبعدين اخر شغله بدنا نعرف البروبرتي تيلي بتساوي بروبرتي بنحكي له هنا ست تيلي جيت طبعا هذا الكود still valid لانه انا اعطيت باراميتر باراميتر الثاني التليفون مالوش تليفون وخلينا هنا نحطه في الاس دي ار انه تيلي عطينا احمد فهي الاسم والتليفون فاضي عملنا set للنيم وجيت للنيم وعملنا assign للبروبرتي هاي وجبنا الاسم الان بدنا نعمل بي دوت تيلي بتساوي 0.5 9 0.0011 ممكن اعمل validation كذلك على الطول
تبعه، انه لازم يكون طوله طول معين يعني. كيف؟ في الجتلي في مشكلة طب خلينا نستدعيها هي set tilly 05 شغالة أما نعمل assignment بشكل مباشر b.tilly تساوي في مشكلة كيف يعني بين أقواس؟ لا زي النيم، يفترض انه زي النيم ما كانش في مشكلة. اوكي ترتيب انه لا اوكي ممكن انه get هنشوف. تمام بفرق الترتيب، لازم الست الجت اول وبعديها الجت. هيك تغير رقم التليفون صار 1 2. تمام هنا الترتيب جت بالاول بعديها الست، وهنا نفس الفكره جت بعدين الست. تمام هذا مفهوم البروبرتي بيسهل الكود. نيجي لمفهوم الانهيرتانس. انهيرتانس سبيلينج تبعها غلط انا متاكد. مظبوطه هاي السبيلينج الصح. بي اي inheritance. تمام طبعا فكرة الانهيرتانس انه reuse instead of rewrite. في عندك بعض البروبرتيز وبعض الدوال موجودة انت عندك في السوبر كلاس وبتحتاجها في كلاس تاني، ليش انه انت تعيد كتابتها مره ثانيه؟ فبالتالي ممكن تعمل اكستند من السوبر كلاس. فالسينتاكس العام كلاس A هاي كلاس فاضي، بدنا نعمل انهيرتنس من A فنعمل كلاس B بين قوسين A. فهنا ال A عباره عن السوبر كلاس والبي سب كلاس. طبعا هنا البي بيعمل اكستند من A، بياخذ نفس الخصائص تبعت الA بالإضافة لخصائص إضافية راح تكون موجودة فيه. تمام ناخذ مثال. طبعا طبيعة العلاقة يعني انه is. ايش يعني is؟ لما احكي انه apple is a fruit، ايش السوبر كلاس؟ fruit بالضبط. ونفس الاشي بالنسبة لنوع السيارة انه تحكي سكودا is a car،
Mercedes is a car. Porsche is a car. طيب نيجي للريكتانجل والكيوب. لا مش الريكتانجل ال ال ريكتانجل والكيوب. ريكتانجل نعمل سكوير. سكوير هيك ولا في اي في الاخير؟ المربع مكعب ولا المكعب مربع؟ ايش؟ لا هذا ولا ذاك؟ طيب كمان مرة، حكيت السوبر كلاس فيه خصائص. السب كلاس فيه نفس خصائص السوبر بس إضافة لخصائص إضافية. هيك؟ تقدر تقول انه المربع مستطيل ولا المربع عبارة عن مكعب ولا المكعب عبارة عن مربع؟ ايش مين اللي فيه خصائص زيادة؟ المكعب. المكعب هو عبارة عن مستطيل فيه له او عدة مستطيلات. كم مستطيل؟ ست مستطيلات. ست مستطيلات. فخلينا نعمل كلاس سكوير. ايش الاتريبيوتس تبعته؟ بس الهايت نفس الويت، فبالتالي انا في عندي اتريبيوت واحد. فالسيلف او خلينا نبدا بالانت مباشره. طبعا اللينث هنا طول الضلع انا بقصد فيها، هنا باي ديفولت انه initial value واحد. وهنا self dot length تساوي length. طبعا بطبيعة الحال في هنا عندي المساحة ايش مساحة المربع. والمحيط. هو الأربعة أضلاع مجموعات مع بعض، فبالتالي الضلع في أربعة. نعم. وخلينا نعمل string representation. return إنه length. format self dot. فيش مشاكل عندي في الغالب. جربوا square s بتساوي square طول الضلع تبعه 2 print. وهنا print as dot area.
شو؟ جملة return في الاريا. تمام. وهذه كمان نفس الشيء. في خطأ تاني؟ في الاريا هي كلهم غلط. وين الصح؟ سطر ايش؟ هذا الصح. هذه هنا ودي هنا هنا. هي مش هي تي اتش؟ هيك كلهم صار تمام؟ هذي غيرتها صح؟ وير مدام طول الضلع 2 2 في 2 4 و 2 في 4 ب 8 هيك خلصنا السكوير. تأكدنا انه شغال تمام. حلينا كل البجز. نيجي الان للكيوب. بياخد من سكوير. عرف الكونستراكتور. هل بلزم انه نعطي له اتريبيوت اضافي؟ ايش هي؟ ايش هي الخصائص الاضافية؟ الهايت. ما هو نفس طول الضلع. مكعب. مكعب كله 90 درجة، كله هيك راكب 90 درجة مع بعض. كيف؟ بصيرش مكعب هيك. بحتاجش اعطي له بارامتر زيادة، حتى لو بدي اقول انه عدد الاوجه 6 هذه شغلة فيكست. فبالتالي هنا بسيبه فاضي. بالضبط. زيادة الحجم، حلقتها حنعملها implementation. عشان هيك ما دام فيش شيء زياده بستدعي سوبر كونستراكتور. كيف بستدعي السوبر؟ بفتح قوسين يبقى السيلف بتاشر على نفس الكلاس، السوبر بين قوسين، هاي الاختلاف. بتاشر على السوبر كلاس دوت. يبقى هنا انا استدعيت استدعيت السوبر كلاس تبع الكونستراكتور. لو في شغلات إضافية بحطها هنا حقت هنشوف مثال ثاني ونعدل عليه. ليش؟ بس لينث. مظبوط. هنا اللينث زاوي واحد تي اتش. يبقى ممكن انا اعرف المكعب انه لازم احط له طول ضلع. نعم. وهنا الاس تي ار اكس لينث بتساوي قديش؟
والاكس ايش قيمتها؟ اه نعم. والاس تي ار تبعتها ايش؟ هنا نطلع على الاس تي ار ايش بترجع؟ اللينث كذا. في داعي اعملها؟ نزلت، فيش داعي للاس تي ار. نعم. طيب والاريا المساحه بتختلف، يبقى هنا بنعمل حاجه اسمها اوفر رايد. هذه بدون اندرسكور. تمام. ايه لا نضربها في المساحة، هي مساحة وجه ضرب 6. فسوبر طبعا ريتيرن دوت اريا. هيك انا بقول له انه انا بستدعي الاريا ما دام انا في عندي نفس الاسم، فبتحدد له انت بدك الاريا اللي هنا ولا الاريا اللي في السوبر بهاي الطريقة. ضرب 6، يبقى المساحة هي عبارة عن مساحة وجه ضرب 6 أوجه. والمحيط ايش المحيط تبعه؟ هي بالمناسبة هذا المحيط، المحيط الخارجي هو هذا المحيط الخارجي. نعم. لا 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 ليش؟ المساحة ضرب 6 بتاعت المحيط بتطلع ضرب 3. داخل من المحيط الواحد محيط مربع، بضل عندك مربع كوب مربع اضلاع أجت. مفهوم مفهوم المحيط ايش هو؟ طول الاضلاع. هو كان في السيرش انجن مش عارف، ممكن في فايرفوكس. هنا جيومتري كان في سايت انه هو بيطلع لي اياه، هنا كان في السيرش انجن بيطلع لي اياه. كان كيوب اريا وعبارة عن مساحة وجه ضرب 6، هذه المساحة. طيب والبرميتر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في له محيط؟ ما لهش محيط. محيط للشغلة تكون 1D يعني أعتقد هيك. فخليها هنا انه هاي اريا، وهنا بصير في عندي فول يوم. ايش
مساحة. ايش الحجم؟ ليش ثلاثة؟ طب هذه عبارة عن طول الضلع في اثنين صح؟ طول الضلع والستة. أنا كتبتها بالطريقة هذه، حاولوا تتخيلوا معايا إنه الحجم هو عبارة عن مساحة وجه وبدنا نضربه في عدد في الارتفاع أو الضلع في ثلاثة نفس الإشي. يبقى هي عبارة عن، لأنه المساحة أنا عندي ضلع في ضلع ونضربه هنا فبصير إنه ضرب ثلاثة. فهذا الكلام إنه هنا إنه نفس الكلام سبت لينف ضرب ثلاثة نفس الشيء. كيف بيختلف؟ ضلع في ثلاثة بتطلع من ضلع في ثلاثة. تكعيب هذه to the power نجمتين. نعم يبقى C بتساوي كيوب، يبقى أنا إيش اختصرت كود؟ اختصرت كود تبع الأريا تبع الـ STR والكونستركتور. اعتقد الكونستركتور هذا لو شلناه عقد بنجرب. هنا هذا طول ضلعه ثلاثة وهنا print لسي للاريا والبرميتر. ايش هو اللي غلط؟ يبقى المساحة هنا عبارة عن ثلاثة في ستة لا المساحة اللي هي ثلاثة في ثلاثة تسعة في ستة بأربعة وخمسين، والبرميتر عفوا هذه يفترض انه تكون فوليوم. وهنا فوليوم سبعة وعشرين، ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة. لقيت احنا لو شلنا الكونستركتور هذه خلينا اكتبها هنا فوق عشان انه تمام، فيش داعي للكونستركتور. نفس الشيء لانه ما عملناش اشي، هي بنزل. يبقى شوفوا الكيوب كيف الكود تبعه صار صغير. لو بدي اعمل implementation من الصفر بياخد معي كتير. تمام؟ طيب خلينا اتوقف هنا، ناخد break ونرجع نطبق الانهيرتنس. تمام؟ طيب استكمالا للموضوع ناخذ كمان مثال بيرسون. نعم الـ employee person ولا الـ person employee؟ employee is a person. employee an employee is a person. فبالتالي super class والـ person احنا already موجود عندنا اعتقد.
ففي الانت ممكن احط الشغلات انه النيم انونيموس شو في كمان له اي دي خلينا في التليفون خلينا على get to attributes وهناك في الامبلوي يعني زود كمان اتريبيوت self.name تساوي name self.tilly تساوي tilly والstring representation return name tilly dot format ما في شغلة شائعة كتير بسووها انه هنا ممكن اعرف fname هنا lname حطها زي هيك بتون عشان اعمل ميثود اسمها full name اعمل format هنا first name نعملها زي هيك نجربه ب بتساوي علينا
بدون تلك. هل أحد الديفولت أنينيموس؟ مالوش تليفون، وهذا محمد علي مالوش تليفون. طيب ناخد employee ياخد من البيرسون. طبعا هنا في اتريبيوت زياده بحطها في الكونستراكتور. لاحظوا هنا انه في الكيوب ما عملناش كونستراكتور لانه فيش عندي اتريبيوت زياده، استكفينا بهذا الكونستراكتور في السكوير. هنا بحتاج انه نعرف كونستراكتور لانه في اتريبيوت زياده اللي هو الرقم الوظيفي مثلا. فديف انت سيلف، طبعا بالاضافه للاتريبيوتس اللي موجوده في البيرسون نفسها اللي هي اف نيم، ممكن احطها انونيموس. لاست نيم empty string، والتلي empty string، بدنا نضيف اتريبيوت اسمه emp id. كذلك الامب اي دي الفكرة تبعته انه هاي الشغلات عادة بختارها string لانه مش المنطق انه انا اجري عليها عمليات حسابية جمع وطرح وقسمة وكل هاي الكلام. ف الرقم الوظيفي تبعه initially ثلاث وحايد. كيف؟ لانه بدي استدعي الكونستراكتور تبع السب كلاس ولازم امررهم فوق. موجوده في البيرسون بس بدك تعمل initialization، بعمل inheritance بس بدك تعرف، يعني بدك تعرف employee. هل يعقل انه انت تعرف employee؟ يعني انه خليني اعمل لك زي هيك في اوكي. وهنا خلي باس. هل يعقل انه انت تعرف employee وتعطي له بس emp id بتساوي كذا؟ طب والاسم والشغلات هذه كيف بدي امررها؟ لازم انه تكون موجوده. فهنا self او هنا بضلني اسوي self dot name. ايش الكود اللي انا بختصره؟ بدل self dot f name بتساوي اف نيم بستدعي السوبر كلاس كونستراكتور انت بديله اف نيم ال نيم تيلي بس. وبعدين السبيشال اتريبيوت الخاص في هذا الكلاس سيلف دوت emp id بتساوي emp id. حدا بترجم البنكشويشنز؟ مش عارف ترجمة البنكشويشنز. طيب والكود اللي بيتم اختصاره يبقى هنا، عفوا هنا عبارة عن ريوز. بنفع انا استخدم الـ STR تبعت السوبر بس؟ لا، في عندي اتريبيوت زيادة فبدي اعملها ريوز override وريوز للسوبر. نعم. فهي عبارة عن return super. شوف كيف هحملها.
هذا الاس تي ار تبعت السوبر بلس. بدي احط هذا الكلام في سطر جديد سلاش ان امب اي دي دوت فورمات سيلف دوت امب اي دي. يبقى هنا برضو نفس الفكره في يوز، فيش داعي انه انا اعيد اكرر كل الاتريبيوتس هدول انه اجيب للريبريزنتيشن تبعهم. هاي الريبريزنتيشن تبعهم هنا جبته من السوبر كلاس، ضفت عليهم كونكات ل الاتريبيوت الاضافي في 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 الامبلوي. نعرف امبلوي شو اسمه؟ أحمد. علي. بشيل رقم تليفون، وممكن إنه أنا أديله امب اي دي بتساوي as a string 3 7 print e. وممكن أعرف واحد تاني بياخد الديفولت تمام. فهنا حياخد الديفولت، هنا حيوديه للسوبر كلاس بكله بالديفولت. نشوف كيف اي موظف الاول احمد علي ملوش تليفون في سطر جديد الامب اي دي، والثاني انه كله اخذوا ديفولت. سطر هنا ولا هنا؟ فيش عندي constructor بدون argument؟ هنا في سطر 4 constructor بدون argument، هذا مش constructor، هاي الconstructor. هذا عبارة عن pointer. ما هي هذا الانت تبع مين؟ تبع السوبر. ايش ايش البارامترز؟ هيهم جواته. ما هو السوبر هو عباره عن مؤشر على السوبر كلاس نفسه، مش على سبيسيفيك ميثود. بالضبط. انت يعني انه انت يعني ممكن انه confused بسبب انه انت في عندك اقواس هنا، ممكن تستعيد عن الشغله هذه انه انت تكتب اسم السوبر كلاس هيك. لكن هي فعليا انه الفرق بين البوينتر السيلف والسوبر انه السيلف بدون اقواس والسوبر باقواس، لكن هو فعليا عباره عن بوينتر مش ميثود، مؤشر لا سوبر كلاس. اجيت الانت تبع الديفايس تبع ايش؟ الانت ايش؟ ايش نوع الديفايس عليها؟ كله بابليك. التنتين لا لا لا، انا مش دقيق كثير على البابليك والبرايف، كله بابليك. هنا هيو سيلف فيرست نيم لاست نيم كله بابليك، وهنا الام اي دي كله بابليك. اه
ليش ما صارت الغاية؟ لا 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 لا، هاي اي شغلة انت بتبدأ عندك بدبل اندرسكور وبتنتهي بدبل اندرسكور، حكينا انه هاي شغلات جاية عندك من السوبر كلاس الاوبجكت اللي في البايثون. اي اوبجكت بتكون موجودة فيه هاي الشغلات والاكسس موديفاير تبعها ببليك، تمام؟ فهنا النوتيشن انه مدام انه الفرق انه هنا لو انه زي هيك بقول لك انه هاي بابليك وبرايفت، بس عندك في النهايه هنا اندرسكورز يبقى هاي الشغلات جايه كومن بين الاوبجكتس كلها وجايه من السوبر، تمام؟ اوكي بس ممكن تستخدم الكلاس نيم، بس السنتاكس تبعها نو بدها تكون على شكل وفي طريقة تانية انه انت تعمل access للسوبر كلاس انه بالكلاس نيم، مش عارف هل انت لازم تحط عليها اضافات او لا، يعني على اي حال ممكن احنا نخليها زي هيك انه بس انه الفكرة انه خلاص انه هذا بوينتر للسوبر كلاس. طيب نعم في السوبر نفسه بحط ايش؟ هنا هنا بيرسون هنا قصدك انه بيرسون فاصلة بيرسون كوما سيلف بيرسون
بس هذه بيكون لها داعي اذا انت يعني انه تعمل انهيرتنس من اكثر من سوبر كلاس. بدك تحدد انهي يعني انجينير، بدك تحدد انهي سوبر كلاس، انه زي هيك انه انا معك، ولكن بما انه انت عندك سوبر كلاس واحد تكتفي بهيك. تمام. طيب خليكم تجربوا الانهيرتنس بمثالين، تكتبوا كود يعني جربوا الكود الكيوب والسكوير والبيرسون والامبلوي. انا متاكد انه انت انه انتم لما تكتبوا الكود الان حتطلع لك بعض الاشياء انه انت بتكون ناسيها، انه كسلف او شغله زي هيك، انه تاكد انه الاخطاء هذه ما تقعش فيها. تمام، عشان نخلص هذا الموضوع نبدا في هاي السل. ريوز لهاي، انا بقصد ريوز لهاي، انا بقصد انه كلاس الامبلوي زغر بسبب انه انا عملت هاي الريوز الاول وهي الريوز الثاني. لقيت هنا لو ما كانش هذا موجود ايش بدي اضطر اسوي؟ ما كانش في عندي inheritance، بدي اضطر اسوي انه self dot first name بتساوي first name، self dot last name بتساوي last name، وself dot tilly. فهدول الاسطر انا اختصرتهم جبتهم من السوبر. في الريتيرن في الاستيار قصدك؟ بالضبط، لانه هذه انا عارف انه هي بترجع string، وهاي بعملها انه يعني بترجع string، بعملهم concatenation مع بعض. نعم. مش عارف، مش عارف ليه هجت الموضوع انه بتكون سبيسيفيك للغه البرمجه. يعني على سبيل المثال الجافا مسموح لك تعمل اكستند من كلاس واحد فقط، فممكن انه انت تتحايل على الموضوع انه انت تعمل امبلمنت من كلاس ثاني. بس هل هو هذا السبب اللي فعليا نحن بنحتاج فيه الابستراكت كلاس او نعمل انترفيس؟ اتفضل. يعني لو سألنا انه مفهوم البوليمورفيزم شو هو؟ الانهيرتنس غير البوليمورفيزم. تستدعي نفس الفانكشن بس تعطيك نتائج مختلفة. ممكن الكلام هذا نقوله بطريقة مختلفة، انه انت عندك different objects بس إلهم common behavior. different objects بس إلهم common behavior. ايش يعني different objects وإلهم common behavior؟ يعني بمعنى اخر انه انت عندك objects من types مختلفة. افترض انه انت في عندك على سبيل المثال cat, dog, elephant الى اخره من الشغلات. هذول لهم سوبر كلاس اسمه تمام، وفي عندك اوبجكتس من تايب مختلفه ثانيه زي مثلا كار، فان،
بس ترين ايوه ساعدني كمان هدول كلهم لهم سوبر كلاس انه فيكل الاي الاي قبل بعد هيك فيكل مركبه بيختلف عدد الركاب عن المحرك عن السعه عن كل هاي الشغلات بس في common behavior بين هدول كلهم ايش هو انا بحكي على behavior actions methods يعني نعم ساعتها بروح بعمل interface فيها الكومون بيهيفيور هدف الجافا بس في الجافا كان المشكله انه انت بتعمل اكستند من كلاس واحد بس في البايثون انت بتعمل اكستند من اكثر من كلاس فببساطه انت بتقدر تطبق مفهوم البوليمورفيزم انه انت بتحطه في كلاس وبتحط فيه كل الكومون بيهيفيور وبتعمل من اكستند من الكلاس الثاني بمعنى اخر انه الكات ككلاس هتكون تعمل extend من الانيمال ومن لا طبعا لو عملنا من الفيكل يعني إلها محرك وإلها عجلات هذا الكلام لا فبدي يكون في عندي سوبر كلاس بين هدول التنين بدي اعتبرهم مثلا على سبيل المثال ان هم عبارة عن كاركترز كاركتر ونفس الشيء بده يكون في عندي كلاس ترين بده يعمل انهيرتانس من الفيكل بالاضافه لهذا هيك انا بحقق البوليمورفيزم بمعنى اخر انه انا في عندي اثنين ساعتها بقدر اقول انه كات دوت موف من وين اجت من الكاركتر و ترين هذه خليها سمول لتر على اساس انه هي اوبجكت وهي ترين دوت موف عشان هيك انت في الجيم كل الكاركترز تبعونك ممكن تعمل عليهم فور لوب وتقول له موف سواء كان الاوبجكت هذا دبابه طياره سياره جندي بغض النظر ايش هو هذا هو مفهوم البوليمورفيزم انه انت عندك common behavior من different objects تقدر تحققه في الobject oriented في الجافا بقول لك لا احنا بنلف على الموضوع لف ليش لانه بقدر اعمل extend من class واحد فقط فبتستعيد عنه بتعمل common behavior في interface في البايثون بتقدر تعمل extend من اكثر من super class فبتسويها بهاي الطريقة بالضبط فهذا concept كتير مهم في يعني كبوليمورفيزم انه كثير انه مستخدم حتى في الاندستري في صناعة الجيمز في 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 وهذا كلام انا شفته في الباكجز تبعت الماشين ليرنينج يعني في الرابيد ماينر على سبيل المثال في عندك ديفرنت الجوريثمز في عندك الجوريثمز للكلاسترنج في عندك الجوريثمز للكلاسيفيكيشن في عندك الجوريثمز للبري بروسيسنج بس هدول فيهم شغلات common behavior common methods فبتروح بتحطها في super class وكل classifier فيه له super class والclustering فيه له super class فبالتالي تقدر تحقق انه انت عندك common operations او behavior ل different object types اتمنى انه ما يكونش في غلط في السبيلينج في غلط بوليمورفيزم بوليمورفيزم كيف
الابناء عن طريق الاب. صحيح. هل في مجال مثلا نفس التواصل على الابناء وين مالك لهم رقم التوجيه؟ في عندك هنا احنا ايش في عندنا؟ بي عندنا اي واحد، والبي عندنا ايش؟ برضو عندنا بي واحد. في هنا عندي هنا is instance او is instance، انا بستدعيها زي هيك. ايش بديها؟ انه انا عندي بي واحد من person، هذه بترجع لي true. البي بيرسون هل هو انستانس من الكلاس بيرسون؟ اه. طب لو حكينا الاي نعم. هذه انستانس بدون اوف. وهنا في عندي ميثود ثانيه اسمها is subclass. هنا بدي له اول حاجه subclass employee. هنا ممكن ادي له objects او اسم الكلاس. is ايش يعني ايش؟ is instance معناها انه instance. انا عندي الاوبجكت هو عباره عن instance من الكلاس، والانستانس هو عباره عن اوبجكت من الكلاس. اكتب لك اياه. يعني الاثنين هما شغلتين مترادفات لبعض. يبقى هنا انا عندي الاوبجكت. ايش تعريف الاوبجكت؟ ببساطة ممكن أقول is an instance of a class، مش جزء، instance، نسخة منه. انت زي عندك القالب، يعني اكيد كلكم بتسووا معمول. انت في عندك القالب وعندك المعمول هي نفسها. معمولة هي الأوبجكت. تمام؟ والقالب هو الكلاس. هجيت من الكلاس هذا كم معمولة هي بتعمل؟ عملية تحويل المعمولة من القالب اسمها instance. instanciation. طبعا معمولة هي. أول ما تخبط هيك على الطاولة بتصير إنه instance. أكم معمولة هي أنت بتسوي؟ يبقى من الكلاس بتقدر تعمل many instances. تمام. وهنا الانستانس مرادفات. is an object of a class. وهذا الكلام اللي احنا بنحكيه بخصوص المعمول، يعني انه يعني مثال مشهور ومعروف يعني في 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 الاوبجكت والانستانس من الكلاس. يبقى الكلاس هو دائما عباره عن التمبليت، تمبليت لتايب معين، يعني بعرف فيه تايب معين. فانا هنا لما اسال is instance، انه هل هذا instance من هذا الكلاس؟ هل هو اوبجكت؟ يعني الان نرجع لل is sub. is sub class، فممكن ادي له classes هنا true. لو عملت العكس، او بلاش العكس، خلينا نبدا في اي واحد بي واحد. لازم بس بتاخذ class. اوكي، لو عملنا العكس
برجع فولس. ايش معنات هذا الكلام؟ انه الامبلوي از ا سب كلاس من البيرسون، والبيرسون مش سب كلاس من الامبلوي. في ممكن تعمل كاست. هجيت لو بدنا نيجي لنقطه مهمه هنا، لو بدنا نشوف ايش الميثود تبعت الكلاس تبعي، احنا عملنا الامبلوي صح او البيرسون دي اي ار بي، وهي حط لك اياهم برنت. شايف هدول كلهم، كل الاندرسكور من وين جايه؟ جايه من السوبر كلاس اللي هو الاوبجكت. احنا ايش استخدمنا؟ الانت والاس تي ار. وين الاس تي ار؟ هيها. ايش في عندي شغلات كمان تقدر تعملها اوفررايد امبلمنتيشن؟ يعني على سبيل المثال افترض ان انا في عندي فور لوب فور اي ان رينج، او مثلا فور ستودنت ان ستودنتس. وهنا انا في عندي بيست ستودنت، وهنا بحكي اذا كان الاس اكبر من البيست اس ساعتها اعمل كذا وكذا وكذا. بس ايش يعني اكبر؟ اكبر بالعمر ولا وزنه اكثر ولا معدله اكثر؟ ايش بالضبط؟ كيف بحدد هاي الشغله؟ بعمل override هنا لميثود اسمها less than or equal. هذه less than، تمام؟ هذه less than or equal. وفي هنا عندي الجي تي greater than، وهنا جي اي greater than or equal. يبقى بدي اسجل لك اياها هنا كملاحظة. هذا طبعا كود مش شغال، هذا بتساوي none. اوكي بدون اوكي مش حنشغلها احنا. يبقى هنا ال اي معناها less than or equal، اصغر من او تساوي. ال تي less than، اصغر من فقط، اللي هي هاي اصغر من او تساوي، هاي اصغر من. ساعتها هاي الكومباريزون بتزبط معي. وهنا جي تي او جي اي greater than or equal، هي اكبر من او تساوي، وهاي greater. هاي زي هيك، وهنا بنحولها على مارك داون، وبالتالي ممكن احوله لكود سنيبت زي هيك. كنقاط هيك ريدبل اكثر، تمام. ولسه في غيرهم كثير كمان. في انا عندي سايز اوف، كيف بدك تقيس حجم الاوبجكت؟ بتعرفه، تمام. في عندك الدوكيومنتيشن بترجع هذه سترينج. في عندك الدي اي ار اللي هي نفس الدي اي ار هذه، اذا انت بدك تعدل تعملها اوفر رايد تعدل على الامبلمنتيشن تبعها بتعملها، تمام.
فخليكم الآن تعملوا اكسرسايز على الانهيرتنس. في أي سؤال هنا في هاي المواضيع كلها؟ بوليمورفيزم is instance سوبر كلاس وسب كلاس، في أي أسئلة؟ حاولوا تطبقوا هاي الشغلة عبر ما طلع التوب في الهاكر رانكس، وبالما طلع